ازاي اكسب ود حماتي من اه البدايه بقى من الاول في من ساعه تصرفات الخطوبه. كتيره طبعا احنا طول الوقت بنتكلم بشكل عام، لكن في مثلا تصرف بسيط جدا جدا ممكن نجهله، زي ما احنا مثلا ممكن نتصرف زي ما قلت لحضرتك من شويه على ان هي ضيفه عندنا او صاحبه يعني ده من بيت. الخطوبه. طبعا من الخطوبه، من الخطوبه الزوجه مكانها في الطبيعي لما بتبقى قاعده في مكان مع جوزها او في ضيافه او في افراح او مناسبات علاقات انسانيه، العربيه دايما مكانها جنب جوزها، بالظبط. فعدم في وجود الحما ما يبقاش مكانها جنب جوزها. معلومه مهمه هنا قوي. كل الستات بقى اللي بتسمعني دلوقتي وحضرتك اكيد منهم، يعني احنا بشر ونفوس انسانيه، اكيد انا يعني صعب قوي ان انا كأم اركب في العربيه مع ابني وهو مرات صاحب ابني. العربيه وانا برضو عليا يعني عامل من الافضال مهما كان، حتى مش لازم الماديه، واركب انا ورا. احنا عايزين نقول في الاتيكيت حاجه مهمه، انه المكان الشرفي في ركوب السياره ده برضو ليه اتيكيت، هو المكان الشرفي فعلا خلف الكرسي اللي جنب في السواق. الكنبه اللي ورا بمنتهى البساطه، مش خلف السواق، على اليمين الكرسي اللي جنب السواق بالظبط، ده المكان الشرفي. بس ده المكان ده لمين؟ للاغراب، لصاحب جوزي، لواحده صاحبتي بتركب معايا. انما لو حماتي او مامتي او جدتي او خالتي او عمتي، يبقى مكانهم قدام، هو جنب اللي بيسوق العربيه ايا كان مين هو. يعني ناخد ممكن عزه. يلا ناخد عزه. يا عزه معلش طولنا عليكي. الو الو. ايوه السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا عزه؟ عامله ازيك يا ايه؟ شيف؟ عامله الله ايه يا يخليكي، حبيبتي؟ الحمد لله ما منوره. شاء الله عليكي. يعني انا مش تسلمي. عارفه بصراحه اوصف ايه ولا ايه، روح يعني فعلا فعلا يعني ربنا انا بس يخليكي. بتكلم بخصوص الموضوع حلو، بتاع اتفضلي. الحلقه. احنا انا هقول حاجه، يعني قولي لو يا كل روحي. واحد يتقي في الطرف الثاني يعني المواضيع ارتاح هتبقى جميله واستريح. جدا. صح يعني والله انا مجوزه بنتي، ما شاء الله صوتك صغنطوط. والله انا بعامل جوز بنتي بالظبط بالظبط زي ابني. يعني لو نزل شغله، يعني ممكن بنتي تكون نايمه وانتي اللي اعمل تقومي له تحضري مثلا الفطار. سندوتشات مثلا. يعني كذلك لما بنتي، هي بنتي لسه متزوجه يعني قريب. قريب، ربنا يسعدها يا رب. فاقول لها زي ما تحبي مرات اخوكي تعاملني، انت تعاملي مع حماتك برافو عليكي ما شاء الله. بالظبط. على فكرة الحمد لله فانتي بقينا برضه يعني كل واحد يتقي الله صح. في الطرف الثاني، العملية هتبقى بسيطة حلو وسهلة، قوي. ومش كل واحد بقى يدخل متنشن من الطرف الثاني، لا أنا عايز أعمل احفظي. كذا، لا أنا عايز أعمل كذا، لا دي هتقول لي لا. يعني بصراحة يعني أنا حتى كلامي مع حماتها يعني بتعامل معاها بتتمنى تشوفني أصلا. الحمد لله يا رب دايما. اللهم يعني بارك. حتى كلامي اللهم مع بارك. حماتها يعني المواضيع سهله ويسيره، حتى مع اهل زوجي. هو ده المطلوب يا جماعه والله، يعني علاقه بنت اخت سويه. زوجي ما شاء الله عليها، يعني معتبراني ام ليها. يعني الحمد لله والله النفوس يعني الطيبه ما دي فيش يعني داعي اللي تنشنت العلاقه، يعني ما صح. فيش داعي ان احنا كل واحد يشد من ناحيه، ما فيش داعي ان واحد كل واحد داخل متحفز متحفز للتاني. للتاني. لا لا ما احنا مش عايزين لا كده احنا فعلا. نتقي الله في بعض. صح بس والله يعني هي الفطرة دي اهم السليمة. حاجه في اللي. نورتينا يا عزة والله، وربنا هو ده يبارك لك في الذكاء حياتك يا روحي. وده المكسب الحقيقي، ان احنا نكسب بعض بالود وبالعلاقه الانسانيه الحلوه وبالتصرفات اللي احنا لو اتعملت معانا زي ما بقول لحضرتك هتعمل كده هتفرق جدا. زي فايبريشن في قلبنا. يعني انا مش هبقى مبسوطه ابدا لما زي ما بقول لك اركب العربيه مع ابني وانا اقعد ورا، بقى المكان خلاص بعد ما كنت انا ايه تاني الاساس. غير ركوب العربيه؟ ايه تاني؟ التدخل في العلاقات المادية أو بلاش المادية، العلاقات أو الاحتياجات الخاصة مع الحما وابنها. بمعنى وليكن لو أنا حماتي بتطلب من ابنها مشوار صغير كل شهر مثلا تاخد المعاش بتاعها، تعالى وديني عند بنتي، تعالى اعمل معايا المشوار الفلاني، أنا كزوجة المفروض ان انا اشجع جوزي ان هو يعمل وعلى كده الملأ قدام مامته انه يبدي مشوار مامته ممتوع عن اي حاجه في او الدنيا. مصلحتها. صح. لو في تدخل مادي، التدخل بتاعي انا يعني سوري، لو الابن بيساعد والدته او العكس او العكس او البنت اللي بتساعد والدتها،
على الزوج او الزوجه بلاش يتدخلوا غض الطرف خالص بشكل سلبي، يا اما اعمل مش واخده مش واخده بالي، وده احلى حاجه على وده فكره اجمل عن تجربه، حاجه وخاصه ان انا هخلي ساعتها الزوج يتوازن في العلاقه الماديه، يعني مش هيبقى مثلا عارفه الضغط والستريس زي ما بيقولوا، او ان انا خايف من ردود الافعال اضغط اكتر، ممكن يعند معايا، ممكن بالزبط. يبقى زي الازواج اللي بيقولوا ده كل حاجه بيوديها لاهله وبيسيب البيت والعكس والعكس.